فجت هاي الفكره يعني من زمان، يعني تقريبا صار لها فتره طويله، فشويه امكانيتي ضعيفه، فجبت هاي السياره وجت الفكره وسويت هاي السياره المتنقله، حلاقه متنقله. يعني بدل ما انت مثلا تروح للحلاق تقعد لك في الساعه لو تنتظر ومستعجل، فتخابرني اجيك لعملك لو بالبيت، فاجي ازينك. إذا أي منطقة كان يعني بكركوك، إذا حي العسكري وإذا شورا وإذا حي رحيماوة وإذا حي العسكري وإذا بنجا، على أي مناطق اللي خابرن عليها أروح. وأنا بالبداية شتموه هالقد يعني جماعة قالوا لي فاشلة يعني أنت هاي الفكرة، فقلت لا والله أنا هاي فكرتي ونجحت، إذا ما نجحت أنا بنبادر بيها هذا، والحمد لله والشكر أكو بيهم يعني مكيفين على هاي الشغله. يعني انساني جاي يعني جاي مخابرين عليه وجاي هنا زين بعملهم، يعني بالعكس هاي هو كيف يعني مجال ما عنده فيجي حلاقي زينه.